بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع، ولكن بالتأكيد هتكون حلقة فيها طموحات وأمال وكل التفاصيل المتعلقة برحلة الأهلي غدا إلى المغرب. على بركة الله تغادر بعثة النادي الأهلي غدا بإذن الله مساء يوم الخميس، استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة حاسمة، مباراة فاصلة 90 دقيقة، يا رب بإذن الله يكون فيها التوفيق حليف النادي الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف. هي حلقة نهاية الأسبوع، فقدر الإمكان هنحاول نعيشكم في الأحداث أكتر لغاية لما نلتقي بإذن الله إن شاء الله يوم السبت المقبل بعد وصول الفريق للمغرب، والاستعدادات بإذن الله كمان قبل موعد اللقاء ب 24 ساعة. ولكن عشان الحلقة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل كتيرة جدا، أروح بسرعة عليه سؤال حلقة النهاردة، والسؤال استكمال للرسالة اللي طلبناها من حضراتكم امبارح. ايه الرسالة اللي ممكن توجهوها للاعبين والجهاز الفني؟ بالامس كانت في رسائل دعم كبيرة جدا، والنهاردة هنكمل عليها كمان عشان توصل للاعبة والجهاز الفني قبل السفر للمغرب لملاقاة الوداد في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة من خلال الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم ورسائلكم اللي هتوجهوها للجهاز واللعيبة إن شاء الله قبل مغادرة البعثة غدا بإذن الله استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الفريق تطير إلى المغرب غدا. وفي الترند المحلي، فيتوريا يعلن قائمة المنتخب. وفي الترند العالمي، بعد بنزيما كانتي يقترب من الاتحاد السعودي. كل يوم معانا في الترند العالمي لعيب بصفقة جديدة بينتقل للدوري السعودي. البداية كانت بكريستيانو، ويبدو بعد كريم بنزيما في لاعبين آخرين. كلام كتير قوي حوالين ميسي، لكن يبدو أن كانتي قد يكون قبل ميسي في الانتقال إلى الدوري السعودي. وانتقال كريم بنزيما عمل ضجة كبيرة جدا واستعداد كبير جدا للأشقاء في المملكة العربية السعودية للاستعداد لإيفنتات وأحداث رياضية مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية. طيب، استعراض مباريات اليوم، ولسه في استكمال مباريات الجولة 30 من الدوري المصري. النهاردة في مباراتين، الساعة 7 غزل المحلة هيستضيف مين يا جماعة؟ طيب الساعة، طيب 9:30 سموحة وسيراميكا كليوباترا، الساعة 9:30 بإذن الله. دي مباراتين النهاردة في استعراض مباريات الجولة 30 من الدوري المصري. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا تفاصيل مهمة جدا، وهنتكلم على مباريات مهمة جدا في الدوري، وكمان هنتكلم على مباريات إفريقيا، وفي تفاصيل مهمة جدا كمان على رحلة الأهلي غدا إن شاء الله إلى المغرب. كل ده ولكن بعد الفاصل. طيب، على بركة الله تغادر بعثة فريق النادي الأهلي غدا بإذن الله استعدادا لمواجهة الوداد يوم الأحد المقبل. النهاردة سافر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، للتحضير لكل الإجراءات والترتيبات الخاصة برحلة الإياب والعودة في لقاء الوداد بإذن الله. يمكن الفريق إن شاء الله يسافر بكرة، هتبقى فكرة التدريبات هناك على مدار يومين بس، يوم الجمعة على ملعب العربي الزوالي اللي اتدرب عليه الأهلي قبل كده في كل المناسبات السابقة لما بيشارك في أي مباراة إفريقية في المغرب سواء مع الرجاء أو الوداد، والتدريب الأخير هيكون على ملعب مركب محمد الخامس في استاد مركب محمد الخامس في كازابلانكا بإذن الله. عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا متعلقة بالترتيبات الخاصة بفعاليات الاتحاد الإفريقي للمباراة النهائية. يمكن تحدد بشكل رسمي يوم الخميس، اللقاءات الإعلامية زي ما اتنظمت في لقاء الذهاب في القاهرة هتتنظم أيضا في لقاء العودة. اللقاءات الإعلامية هتكون يوم الخميس الساعة 9، خمس لاعبين من نادي الوداد هيلقوا بيه أو هيتحدثوا عن لقاء العودة، وهيبقى فيه تصريحات مهمة جدا عن مباراة العودة بخصوص مباراتهم مع الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. خمس لاعبين هيكونوا موجودين في منطقة إعلامية في مجمع محمد السادس في الرباط يوم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وبالتالي ده الأوبن ميديا داي اللي هيتنظم لنادي الوداد. تحدد خلاص يوم الخميس الساعة 9 مساء في مجمع محمد السادس في الرباط، خمس لعيبة هيتكلموا، غالبا طبعا نفس اللعيبة اللي كانت موجودة في لقاء الذهاب، يحيى جبران ويحيى عطية الله ورضا الجعدي، ممكن كمان يكون يوسف المطيع، كل ده هنشوفه أكيد يوم الخميس في اللقاءات الإعلامية. تحدد يوم الجمعة اللقاءات الإعلامية بلاعبي النادي الأهلي، خمس لاعبين
من لاعبي النادي الاهلي سيتحدثون ويعني في لقاءات اعلاميه وصحفيه مع كل وسائل الاعلام يوم الجمعه الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره. كل التوقيتات اللي بقولها دي بتوقيت القاهره، يوم الجمعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره هيبقى في لقاءات اعلاميه مع 5 لاعبين من النادي الاهلي للحديث عن لقاء العوده امام نادي الوداد. المؤتمر الصحفي تحدد رسميا اقامه المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي يوم السبت المقبل على مركب في قاعه المؤتمرات الصحفيه في مركب محمد الخامس الساعه 1:30 الظهر بحضور السويسري مارسيل كولر ومعه محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى الفريق. المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الوداد هيكون الساعه 2 الظهر في نفس القاعه، قاعه المؤتمرات الصحفيه في مجمع او مركب محمد الخامس، وهيحضر المؤتمر الصحفي سيفن فاندر بروك المدير الفني البلجيكي لنادي الوداد ومعاه يحيى جبران كابتن فريق نادي الوداد. اذا المؤتمر الاهلي 1:30 يوم السبت، مؤتمر الوداد على طول بعديه الساعه 2 الظهر. التدريبات تحدد رسميا نادي الوداد هيتمرن على مركب محمد الخامس ملعب المباراه يوم السبت الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره، فيما سيتدرب النادي الاهلي على ملعب المباراه مركب محمد الخامس الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، وده نفس توقيت ملعب المباراه طبقا للوائح المنظمه لمسابقه دوري ابطال افريقيا، ان الفريق الضيف بيتمرن على ملعب المباراه في نفس توقيت ميعاد المباراه في اليوم التالي. طيب دي جزئيه مهمه جدا متعلقه بالفعاليات اللي هينظمها الاتحاد الافريقي، ويوم الخميس ان شاء الله هيكون في حضور مهم جدا للعديد من مسؤولي الكاف، ورئيس الاتحاد الافريقي هيصل عصر السبت الى المغرب عشان يكون موجود في لقاء يوم الاحد. حضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي حتى هذه اللحظه غير مؤكد، لانه حاليا مرتبط بكاس العالم للشباب في الارجنتين، وفكره السفر من الارجنتين الى المغرب هتاخد معدل سفر يعني توقيت كبير جدا بيقترب من حوالي 10 ساعات، فلسه مش محدد او مفيش معلومه مؤكده ان رئيس الاتحاد الدولي هيحضر المباراه النهائيه ولا لا، هيتحدد ده بالكتير ان شاء الله بكره في ضمن البرامج او البرنامج المعد من الجامعه الملكيه مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو اللي بينظم المباراه النهائيه اللي هيتم فيها تسليم الكاس وميداليات المركز الاول والوصيف، ونتمنى يا رب باذن الله يكون النادي الاهلي صاحب النصيب في الفوز بالبطوله والميداليه الذهبيه والفوز بدوري ابطال افريقيا. دي الجزئيه المتعلقه بالفعاليات وتنظيم الاتحاد الافريقي. من ضمن المفاجات اللي عايز اعلن عنها النهارده ان الشركه الايطاليه المنظمه لدور السوبر والمسؤولين عن دور السوبر الافريقي اللي هينطلق باذن الله يوم 20 اكتوبر هيكونوا موجودين في المغرب وهيحضروا المباراه النهائيه من الملعب عشان هيعملوا تصور مهم جدا على هذه المباراه، لانها شبيهه بالاجواء اللي ممكن تكون في دور السوبر لما يتنظم في الفتره من 20 اكتوبر ل 13 نوفمبر المقبل. وبالتالي المباراه دي هيحضرها كمان مسؤولين بارزين من الشركه الايطاليه المنظمه لدور السوبر، وايضا عدد كبير جدا من القيادات المتعلقه بتنظيم هذه المسابقه عشان يشوفوا فعاليات هذا النهائي خلال الفتره اللي جايه. طيب النادي الاهلي بيستعد ازاي؟ النادي الاهلي امبارح كانت فيه راحه، وعقب مباراه الوداد كان فيه تدريب على طول للفريق في اليوم التالي، لكن النهارده نقدر نقول بدايه الاستعدادات الرسميه، كل اللاعبين بالكامل هتكون في المران الجماعي، والحمد لله يمكن قائمه الاصابات نقدر نقول يعني خلت بنسبه كبيره من معظم اللاعبين اللي كانوا اشتكوا من بعض الاجهادات او استبعدوا بشكل بسبب الاصابه في الفتره الاخيره، ابرزهم مثلا محمد الشناوي ورامي ربيعه والعديد من اللاعبين. كل بقى التفاصيل اللي عايزين نعرفها عن المران، استعدادات الفريق، النهارده المران هيبدا الساعه كام، الاجواء بشكل عام في ملعب مختار التتش بالجزيره، كل ده نعرفه من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه كل التفاصيل. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار لديك. يعني زي ما قلت في مقدمتك يا محمد، يمكن على طول عقب مباراه الوداد كان في على طول تدريب، طبعا مستر مارسيل كولر تعودنا معاه من يوم ما تولى المسؤوليه الفنيه للفريق ان تاني يوم المباراه طالما معاه يعني وقت بين المباراتين بيبقى تاني يوم على طول تدريب علشان المجموعه اللي ما شاركتش في المباراه تاخد حصه تدريبيه كبيره، وكمان المجموعه اللي شاركت بشكل اساسي تعمل الاستشفاء بتاعها بشكل سريع، وبيبقى في على طول اليوم التالي على طول بيبقى يوم اجازه ومن ثم بيكمل مران على طول. زي ما انت عارف على طول الفريق النهارده باذن الله في تمام السادسه هيبقى التدريب الاول بعد الراحه، ويمكن في تدريب كمان اخير غدا باذن الله
الله هيكون ظهرا قبل ان شاء الله الطيران للوداد الى الدار البيضاء لملاقات الوداد المغربي في يعني مباراه الاياب في دوري نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن الاستعداد هنا على قدم الوثاقه محمد ملعب مختار التتش هنا بالجزيره يمكن مستعد لتدريب الفريق، تدريب زي ما قلت لك ان شاء الله هيبدا في تمام الثالثه، طبعا هيسبقه محاضره بالفيديو للجهاز الفني هيتكلم فيها طبعا عن خلاص بقى بدايه التحضير لمباراه الوداد وان شاء الله الفتره الجايه الفريق هيشتغل ازاي. طبعا كابتن سهل عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وكابتن وسمير عادل المدير الاداري للفريق الاول وكمان يعني الدكتور محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي يمكن سبقوا البعثه النهارده وسافروا على طياره الثامنه والنصف صباحا للدار البيضاء لطبعا لانهاء كافه الترتيبات الخاصه بالبعثه، اماكن الاقامه، ملاعب التدريب. وان كان محمد تعرف النادي الاهلي يعني زي ما بنقول كده الدار البيضاء على طول رايح جاي عليها، فنفس الفندق في الغالب اللي بنقعد فيه كل سفريه هيبقى الفريق موجود فيه. كمان ملعب التدريب اعتقد هيبقى الاقرب هو ملعب العربي الزولي الخاص طبعا بفريق شباب المحمديه اللي بيلعب في الدوري المغربي، يعني الملعب والفندق اكثر من رائعين. ويمكن خلاص الجهاز الفني ولاعب النادي الاهلي اعتادوا خاصه في الدار البيضاء ان هم يقعدوا في نفس فندق الاقامه ونفس ملعب التدريب قبل المباريات المهمه كلها. باذن الله زي ما بقول لك الاستعداد كلها على قدم وساق، ان شاء الله كل حاجه تكون موفقه وباذن الله كمان نكون موفقين في ال 90 دقيقه وباذن الله نعود بالاميره الافريقيه ال 11 والحصول على لقب ال 11. كان محمد طبعا زي ما اتكلمت بالامس يمكن سمعتك بتتكلم طبعا عن اختيار كابتن حسام غالي لرئاسه البعثه، وبالطبع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هيكون مرافق للبعثه. يمكن ده من حسن الطلع محمد طبعا اختيارات مجلس اداره النادي الاهلي كلها رائعه، ولكن يمكن كمان انا شايف جزئيه مهمه جدا في اختيار كابتن حسام غالي بالتحديد لرئاسه البعثه. يمكن طبعا كلنا عارفين ويمكن بنحب شويه يعني نراجع في التاريخ، كابتن حسام غالي كان كابتن فريق النادي الاهلي سنه 2012 لو تفتكر يا محمد في مواجهه الترجي التونسي، المباراه اللي انتهت في برج العرب هنا مباراه الذهاب بهدف مقابل هدف، وفي مباراه العوده زي ما قلنا كابتن حسام غالي كان كابتن فريق النادي الاهلي وعمل واحده من اروع مبارياته على تاريخ حياته كلها، وقدر فريق النادي الاهلي انه يهزم الترجي في ملعب رادس في عز الترجي زي ما انت ذكرت بالتحديد 2-1، وعدنا باللقب الافريقي من هناك من رادس على ارض الترجي التونسي. ان شاء الله ده يكون دافع للاعبين، وكابتن حسام غالي طبعا لعيب كان كبير جدا واكيد هيتكلم مع اللاعبين عن تجربه حيه هو عاشها يمكن بنتكلم فيه من 11 سنه تقريبا. وطبعا كابتن محمود الخطيب تواجده بيكون دافع مهم جدا للاعبين بصفه طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وواحد من اهم اللاعبين على تاريخ القاره السمراء. ان شاء الله النهارده زي ما قلت لك التدريب هيبدا في السادسه، هيكون مران قوي زي ما ذكرت كل اللاعبين موجودين، وان شاء الله ده هيكون تدريب قوي جدا زي ما قلت لك. خمان الفريق هيختتم استعداده هنا بالقاهره غدا ان شاء الله، ومن بعدها ان شاء الله التوجه لمطار القاهره الدولي لاستقلال الطائره والسفر مباشره الى الدار البيضاء على متن طبعا رحله او طائره خاصه. وباذن الله الفريق يعود معاه كاس افريقيا باذن الله محمد ويفرح كل جماهير النادي الاهلي اليوم التالي على طول للمباراه باذن الله رب العالمين. طيب قائمه الاصابات قبل ما ادخل البرنامج على الهواء توفيق، المواقع كلها بتتكلم على قائمه الاصابات الحمد لله اصبحت يعني ما فيهاش غير رأفت خليل ألف مليون سلام عليه إن شاء الله يعني يرجع بسرعة خلال الفترة اللي جاية، ولكن الكل بيتكلم على الحمد لله شفاء وجاهزية رامي ربيعة، شفاء وجاهزية محمد الشناوي، علي لطفي كان احتياطي المباراة السابقة مع مصطفى شوبير اللي لعب مباراة كبيرة جدا وكان حارس قوي وأدى مباراة كبيرة أمام فريق الوداد، نفس الأمر حمدي فتحي لو عنده إجهاد أصبح جاهز. يعني تطمني هل بالفعل القائمة أصبحت خالية ما فيهاش غير رأفت خليل بس دلوقتي؟ الحمد لله بطمنك يا محمد وطمن كل جماهير النادي الاهلي يمكن كمان من قبل مباراه الوداد الاولى، والحمد لله اللاعبين كلهم الحمد لله حالتهم اكثر من رائعه. يمكن محمد الشناوي كمان كان من الناحيه الطبيه جاهز، ولكن طبعا مستر مارسيل كولر فضل يعني راحته في هذه المباراه طبعا نظر لاحتياج الفريق الكبير ليه في مباراه العوده بشكل خاص، ولكن الحمد لله كل اللاعبين في حاله جيده. نتمنى ان شاء الله قدامنا اربع ايام باذن الله كل اللاعبين تكون جاهزين من الناحيه الصحيه والبدنيه والفنيه، وكمان اهم من ده كله محمد يكون توفيق ربنا معانا وكل العوامل الخارج الملعب وداخل الملعب تكون باذن الله فيها توفيق لفريق النادي الاهلي. 90 دقيقه باذن الله احنا لنا الافضليه زي ما اتكلمنا رايحين كسبانين ايا كانت النتيجه، ولكن انت رايح كسبان وليك افضليه. واعتقد ان احنا يا محمد يمكن الناس كلها بتتكلم عن مباراه 2016 بس اللي الاهلي فاز فيها على الوداد بهدف رامي ربيعه، ولكن ناس كتير جدا بتنسى طبعا البطوله الاهم وبطوله 2020. النادي الاهلي يمكن في الدور قبل النهائي كمان عمل اداء ولا اروع ونتيجه ولا اروع وكسب بهدفين مقابل لا شيء في نفس الملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. ان شاء الله احنا لنا الافضليه ولينا فرق التاريخ وكل حاجه، وباذن الله نكون موفقين وربنا يكون معانا قبل كل شيء، وباذن الله نرجع من الدار البيضاء ومعانا اللقب 11 باذن الله رب العالمين باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ويمكن طمنا بنسبه كبيره على الاجواء بشكل عام داخل النادي الاهلي واستعداد الفريق في التدريب اللي هيبدا ان شاء الله بعد قليل. عايز اكد برضه على نقطه مهمه، يمكن توفيق اتكلم على ان الاهلي كسب الوداد قبل كده في المغرب مش مره واحده، مره ومرتين،
بس طبعا الناس مش متذكره 2020 لان كانت مباراه بدون جمهور، لكن 2016 انا حضرتها وكنت موجود في ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وكان ما يقرب من حوالي 60,000 متفرج. عدد الجماهير على فكره في ملعب مولاي عبد الله في الرباط اكتر، لان مساحه الملعب هناك اكبر من مركب محمد الخامس، والملعب كان ممتلئ عن اخره، ما يقرب من حوالي 60,000 متفرج. وساعتها الاهلي كان بيقوده الهولندي مارتن يول، وقدر الاهلي يكسب بهدف مقابل لا شيء لرامي ربيع، وكانت مباراه فاصله وحاسمه للاهلي عشان لو عايز يكمل منافسه في دور المجموعات. فبالتالي انت ما عندكش صعوبه تقدر تكسب الوداد في حضور جمهور او عدم حضور جمهور. الجمهور مش هينزل يلعب، الجمهور بيشجع بيساند، بيعمل زئير في المدرجات وصوته بيبقى عالي. وقال والشناوي قبل كده اتكلم في الجزئيه دي وقال يا جماعه الجمهور بيبقى موجود وبيعمل دعم وحماس وكل حاجه للفريق المنافس، بس مش هينزل يلعب. فبالتالي النقطه دي مهمه جدا. الاهلي رايح، المنافس هو اللي بيبقى خايف من الاهلي، الاهلي هو الاهلي بيحاول وبيلعب وبينافس وبيلعب في اخر 7 سنين 6 نهائيات. فالاهلي رايح فارض كلمته ومتقدم وفايز. وعايز اقول نقطه كمان مهمه جدا، مش هتسمعوا اي حد فينا بيتكلم عن التحكيم لا على اللي فات ولا على اللي جاي، لان احنا هنركز في الملعب وبس. انت لو في حالتك ومركز في الملعب، والله لو مين، لو رضوان جيد هو حكم المباراه برضو الاهلي هيكسب، لو 11 لاعب في الملعب مركزين وعايزين يكسبوا هيكسبوا. المباراه السابقه رغم ان البعض بيتكلم على وجود اخطاء واختلفت الاراء ما بين المحللين، ولكن الاهلي قدر يكسب 2، ولولا الهفوه في النهايه دخل جون، بس كان ممكن تكسب 2 اكتر من 2 كمان، تقدر تجيب الثالث والرابع لو في تركيز شويه في احراز الاهداف. نفس الامر هناك، مش هنتكلم على اي امور ثانيه، تركزنا على المباراه بس، تركزنا على ال 90 دقيقه بس. وهناك بالمناسبه التركيز يبقى في الملعب اكتر، لان ده هيساعدك انك تهيئ نفسك للمباراه بشكل اكبر وبشكل افضل. حاجة التانية ودي انا اشتغلت عليها على مدار يومين ثلاثة، ودي لازم اكدها من خلال برضو برنامج الترند اللي اتناقشت بشكل عام في الساعات الاخيرة، مجرد ما نشرت خبر واكدت ان يا جماعة ان الحكم الاثيوبي بملكة سيما مكمل، والاخبار اللي طلعت والشائعات اللي طلعت انه هيعتزل فور المباراة النهائية هناك في المغرب، دي ده كان كلام مش مؤكد. وبالفعل على مدار يومين ثلاثة اتصلت بمصادر عديدة جدا الى ان تاكدت بشكل رسمي ان الراجل مستمر على الاقل حتى نهايه موسم 2024، لانه مضى عقد احتراف مع الاتحاد الافريقي والعقد ده براتب شهري. وعرفت تفاصيل اكتر ان الراجل حتى لو مش حابب يكمل في نهايه مدته في 2026، على الاقل هو مستمر لغايه السنه الجايه، لان الراجل لسه ما تمش ال 43 سنه، والراجل عنده طموح انه يكون موجود في كاس العالم 2026. واختياره للمباراه النهائيه دي مش فكره تكريمه عشان هيعتزل، فكره تكريمه لانه ما راحش كاس العالم، لان الكاف كان عايز يروح كاس العالم ورشحه لكاس العالم، ولكن الفيفا هو اللي اختار حكام تانيين اللي هم دلوقتي قاعدين في البيت خرجوا من الصوره تماما، ابرزهم بكاري جسامه، ابرزهم السنغالي ماجيب نضاي. فبملكه سيما حكم المباراه، لا هنتكلم على اللي فات ولا على اللي جاي، احنا هنركز في الماتش وبس. وده اللي اتقال للعيبه، وده اللي اتقال للجهاز الفني، ودي الرسائل المهمه جدا اللي كانت مهمه توصل للعيبه والجهاز الفني في اول مران عاقب العوده من الاجازه او الراحه السلبيه بعد مباراه الوداد. على طول نقفل الصفحه ونركز في اللي جاي، ودي نقط مهم جدا، نقط مهمه جدا عشان نركز في اللي جاي ونركز في ال 90 دقيقه، لان طول ما انت مركز في الملعب هتكسب وهتلعب. وكلنا عندنا تفاؤل ان الاهلي زي ما كسب ذهابا هيكسب ايابا. طيب بمناسبه اللقاء الاياب، سيفن فاندر بروك المدرب البلجيكي لنادي الوداد كان في لقاء ليه اجريه قبل لقاء الذهاب، يعني قبل مباراه القاهره اللي انتهت بفوز الاهلي 2-1، كانت الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي اجرى لقاء معاه واتكلم في تفاصيل كتير، وفي مفاهيم برضه اتشرحت غلط، لان هو اتسال على فكره الخبره، مين خبره اكتر في المسابقات الافريقيه. فالراجل قال انا اشتغلت في افريقيا كتير، اشتغل مع سيمبا، اشتغل مع الجيش الملكي، اشتغل مع كمان منتخب الكاميرون، كولر اول سنه ليه مع الاهلي، فاتكلم في الحته دي. لكن في النهايه اكد على نقطه مهمه هتسمعوها وتشوفوها في هذا اللقاء. تعالوا نسمع ونشوف المدرب البلجيكي سيفن فاندر بروك قال ايه، ونرجع ليه تعليق تاني عليه. لديه ميزه ان كولر خبرات اكبر في السن، اشتغل في فترات طويله جدا، ولكن على فكره التواجد في افريقيا مش شرط اللي انت اشتغلت مع الكاميرون والجيش الملكي وسيمبا وحاليا مع الوداد، اللي انت ممكن تكسر الدنيا. انا اتذكر في اول سنه لمانويل جوزيه مع الاهلي 2001 فاز بدوري ابطال افريقيا، في اول سنه لمانويل جوزيه فاز بدوري ابطال افريقيا، في اول سنه لفايلر مدرب النادي الاهلي كسب بيتسو موسيماني اللي كسب دوري ابطال افريقيا في 2016 على حساب الزمالك بثلاثيه في جنوب افريقيا. فهي الفكره
هي الكره الافريقيه ايه الخبرات اللي انت ممكن تحتاجها؟ انك تعرف الاجواء، انك تعرف حاله الطقس، الملاعب، ايه الخطه الفنيه اللي ممكن تلعبها خارج ارضك مختلفه عن داخل ارضك، لان في اوروبا ما فيش فرق بين داخل وخارج، الجو في اوروبا كله والملاعب الاوروبيه كلها شبه بعض، لكن في افريقيا لا القصه مختلفه، انك لما بتلعب في مصر وتونس والجزائر غير لما بتلعب في تنزانيا وكينيا والجابون والكونغو، الموضوع مختلف. كولر استفاد بالفتره اللي فاتت وشفنا نتائج الاهلي بعد لقاء سان داونز اللي كان في بريتوريا، ازاي قدر يروح الكاميرون ويكسب القطن الكاميروني بربعيه، ومن وقتها لغايه الفاينل ما دخلش مرمى ولا هدف سوى الهدف اللي احرز في الثواني الاخيره او الدقائق الاخيره من لقاء الوداد. فالخبرات اصبحت موجوده، ولكن الخبرات الاكبر لمدرب فني اوروبي زي كولر لا تتخطى بكتير قوي المدرب البلجيكي اللي دايما بيتكلم كتير، وانا بصراحه على المستوى الشخصي يعني بفرح جدا وبسعد كل ما بيتكلم كتير، لان الكلام الكتير داخل الملعب بيبقى شغله قليل. عموما دي كانت نقطه مهمه عايز اتكلم عليها عشان السوشيال ميديا برضو تناولت التصريحات، وكان مهم جدا نوضح ايه اللي اتقال ما بين السطور في التصريحات. النهارده كانت في زياره مهمه جدا، وانا بتكلم على النادي الاهلي مش بتكلم على النادي الاهلي كنادي اجتماعي او نادي رياضي. النادي الاهلي مؤسسه اجتماعيه رياضيه تربويه، دي نقط مهمه جدا لازم نتكلم عليها. النهارده الطفل احمد محمود عبد العزيز من ذوي الهمم كان موجود في مقر النادي بالجزيره، هو زي ما انتم شايفين على الشاشه، والتقى بالكابتن محمود الخطيب، واستقبله الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي بالجزيره واهداه طبعا التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي. شوفوا يعني شوفوا الكلام اللي بين الكابتن واحمد، والله العظيم الصوره يعني مش محتاجه شرح، والصوره بتعبر عن حاجات كتيره جدا انا مهما اتكلمت ووصفت مش هتيجي 1% من تفاصيل الصوره اللي انتم شايفينها على الشاشه. واهداء الكابتن الخطيب لاحمد طبعا تيشيرت النادي وتوقيعه والاهداء ليه، وشايفين طبعا السعاده والابتسامه ونظره عين احمد عامله ازاي. ربنا يبارك في صحتك يا احمد، ونشوفك دايما كده في احسن حال، وتبقى رياضي من ذوي الهمم تقدر تجيب ميداليات وبطولات لمصر زي ابطال كتيره قدرت تعمل ده في السنوات الاخيره لمصر ورفع علم مصر. النهارده الزياره دي كانت في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ودائما النادي الاهلي فاتح ابوابه لكل طوائف الشعب المصري، لكل الناس. اسره احمد كمان كانت موجوده، السعاده الغامره اللي على وجوههم بالتاكيد في البيت الكبير في النادي الاهلي. يعني احنا معانا صوت يا جماعه ممكن نسمع بيقول ايه؟ طيب يعني عموما زي ما انتم شايفين كل التفاصيل دي على فكره هتشوفوها ان شاء الله بالليل باذن الله مع الكابتن اسلام الشاطر في برنامج البيت الكبير، لكن الصوره مهمه كان لازم النهارده نتكلم عليها، لان النهارده الخبر ده لما نزل كان ترند جدا على السوشيال ميديا. لكن احمد بيقول ايه؟ الزياره كواليسها وتفاصيلها ايه؟ تابعوها النهارده مساء اليوم باذن الله مع الكابتن اسلام الشاطر، لان فيها رسائل مهمه جدا ودور مجتمعي دايما النادي الاهلي بيقوم بيه. وانا فاكر من كذا سنه كان الكابتن محمود الخطيب قال نقطة مهمة جدا، علينا أن نبدأ في دور مؤسسة الأهلي الاجتماعية. الدور ده مهم جدا للرياضة المصرية وللشعب المصري خلال الفترة اللي جاية. النادي الأهلي بيحاول قدر الإمكان يشتغل عليه في الإطار اللي متاح دلوقتي، لكن قريب بإذن الله مؤسسة الأهلي الاجتماعية هيكون لها أدوار كبيرة جدا في الشارع المصري كدور رياضي مهم لنادي ليه شعبية طاغية في مصر والوطن العربي. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف باقي فقرات برنامج الترند. النهارده المدرب البرتغالي روي فيتوريا اعلن قائمه منتخب مصر، بس ابرز ما في القائمه لان توقيت الاجنده الدوليه اللي جايه توقيت صعب شويه، لان المباراه النهائيه يوم الاحد اللي جاي والاجنده الدوليه تبدا يوم الاثنين، والمنتخب عنده مباراه مع غينيا في مراكش يوم 14، والحمد لله المنتخب يحمد ربنا ان المباراه في المغرب. لو كان الفاينل مع سان داونز كان روي فيتوريا عنده مشكله كبيره، لك لو تبص للقائمة اللي تم اختيارها النهاردة فيها 8 لعيبة من النادي الأهلي، لو تبص على الثمانية ناقصهم 3 ويبقى التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في مباراة الفاينل. يعني مثلا علي معلول تونسي، أليو ديانج المالي، بيرسي تاو الجنوب إفريقي، دول الثلاثة اللي خارج قائمة منتخب مصر. مين بقى الثمانية الأساسيين اللي في قائمة المنتخب؟ شناوي، هاني، ياسر، منعم، وسط الملعب مروان وحمدي، في الهجوم حسين الشحات وكهربا. قدامكم على الشاشه يمكن دي اللقطات النهارده الخاصه بالمؤتمر الصحفي لروي فيتوريا، واللي كان بيعلم من خلالها كل التفاصيل المتعلقه بهذه
الاختيارات والمعسكر والاستعدادات والمباراة الودية أمام جنوب السودان عقب مباراة غينيا بإذن الله يوم 14. النقطة الثانية كمان لو تبص كده في التشكيل، أنا عايز أتكلم على الثمانية اللي هم معظمهم يعني تشكيل أساسي. شناوي هو الحارس الأساسي مثلا، هاني، ياسر، منعم كانوا الثلاثة موجودين في ماتش الوداد يوم الأحد اللي فات، مروان عطية وحمدي فتحي موجودين اثنين وسط ارتكاز، ناقصهم ديانج ويكملوا نص الملعب، حسين الشحات وكهربا ناقصهم تاو، ويبقى ده خط هجوم النادي الاهلي. فتمن لعيبه من الاهلي في منتخب مصر ده ان دل على شيء بيدل ان الاهلي افضل فريق في مصر وافضل لاعبين في الدوري المصري وافضل لعيبه ممكن المنتخب يستفيد بوجودهم. بص بقى على المنافسين، لو استعرضت بقى قائمه المنتخب هتلاقي مثلا اثنين من فيتشر، ثلاثه من الزمالك مثلا، ثلاثه من بيراميدز، والباقي كله مثلا محترفين، بتتكلم مثلا في حوالي سبعه او ثمانيه محترفين. ده قوام منتخب مصر، والتاريخ معودنا دايما ان قوام منتخب مصر بينجح وبيكسب لما بيكون تشكيلته الاساسيه تتخطى حوالي 70-80% من تشكيله النادي الاهلي. دي كانت نقطه مهمه جدا، يمكن الناس كتيره كانت بتتكلم عليها في السوشيال ميديا، لان الثمانيه دول المفروض مش هيرجعوا مع الفريق للقاهره، هيخلصوا الماتش باذن الله يوم الاحد في كازابلانكا، والمفروض بقى خلاص هيبقى في مسؤول من المنتخب هيصطحبهم الى مراكش، مش هيرجعوا مع الفريق على نفس الطياره، لكن هيروح ينضموا لمعسكر المنتخب. ربنا يوفق منتخبنا في مباراه غينيا يوم 14. المباراه دي منتخبنا محتاج فيها التعادل فقط. مصر لو تعادلت مع غينيا سواء ايجابا او سلبا ضمنت صداره المجموعه والتاهل الى كاس الامم الافريقيه في الكوت ديفوار. اي خساره هتخليك تستنى الجوله الاخيره. التاهل مضمون على فكره، يعني بنسبه تتخطى 99%، ولكن اللقاء ده تحديدا محتاج فيه تتعادل بس. مصر 9 وغينيا 9 وانت كسبان غينيا في القاهره. المنافسين 3 نقط، يعني انت بتتكلم على اثيوبيا مثلا 3 نقط، بتتكلم على ملاوي 3 نقط، فعشان يكسبوا يوصلوا للتسع نقط يعني ما عايزه معجزه، وصعب حد يجي يكسب منتخب مصر هنا، وصعب حتى تخسر من غينيا في المغرب، واجواء المغرب كويسه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. دي كانت نقطه مهمه متعلقه بالمنتخب واختيارات لاعبي الاهلي من قوام المنتخب المصري. لكن دلوقتي ميعادنا مع اخر اخبار ترند واللي اتكتب النهارده في السوشيال ميديا بخصوص كل الترندات سواء ترند الاهلي او المحلي او العالمي. نطلع نشوف الفيلر ده الخاص باخر اخبار الترند ونرجع، لان عندنا كلام مهم جدا في ترند الاهلي. اخر اخبار الترند والبدايه من ترند الاهلي. نبدا بترند الاهلي ونشوف حساب الوطن سبورت وبيتكلموا على ان حلم ال11 الاهلي يستعد لمواجهه تاريخيه امام الوداد المغربي يوم الاحد المقبل في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. باقي 4 ايام على موعد النهائي الافريقي المرتقب مع الوداد، يا رب النصر للاهلي باذن الله. طيب نروح بقى لحساب دوري الابطال وكاس الكونفدراليه وحسابات الاتحاد الافريقي، هتبدا تشتغل من النهارده على يوم الاحد في كل الصور والفيديوهات اللي عملتها في الفوتو سيشن سواء مع الاهلي او الوداد. احتفالات يتمنى لاعبو الاهلي تكرارها في كازابلانكا، فرحه كهربا واحتفال كهربا نفس الصوره دي لما كان في الترجي في تونس. ديانج، ويمكن ديانج دايما بيحب الاحتفال بتاع الكره الثلاثيه بتاعت لعيبه الام بي اي، واحتفال طاهر واحتفال حمدي فتحي، وباذن الله ان شاء الله نشوف الصور دي فيديو بقى صوت وصوره في كازابلانكا على ملعب محمد الخامس ان شاء الله. حساب سبورت 360 مصريه، بدايه من دور المجموعات الاكثر مساهمه في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، بيرسي تاو، كهربا، بيتر شالوليلي وحسين الشحات. سيطرة لنجوم الأهلي وتاو على القمة. تاو أحرز 5 أهداف وعمل 5 أسيست، كهربا أحرز 6 أهداف وعمل 1 أسيست، بيتر شالوليلي المهاجم النبيبي لفريق سان داونز أحرز 6 أهداف وعمل 1 أسيست، يعني بيتساوى مع كهربا. ثم حسين الشحات 4 أهداف و3 أسيست، والثلاثة دول منهم 2 أسيست في المباراة النهائية في الماتش اللي فات، عمل اسيست لبيرسي تاو بضربه راس، وعمل اسيست الكهرباء قدر يحرز بيها الهدف الثاني في لقاء الوداد. حساب يلا كوره بيتكلموا على ان في مصدر قال ان 3 خطوات تجهز الاهلي لمواجهه الوداد، ابرزها عدم الوقوع في خطا الموسم الماضي. ايه هو؟ اولا الاهلي يتطلع لتغيير فندق الاقامه بحيث يكون خارج معقل نادي الوداد وتفادي تكرار ما حدث في النسخه الماضيه، حيث تجمهر مشجعي الوداد امام الفندق ليله المباراه مما اثر بالسلب على تركيز اللاعبين. 2 كولر يسعى لزياده معدل اللياقه البدنيه للاعبي خط الوسط بحيث يستطيعون التعامل مع السرعات والهجمات المتوقعه من لاعبي الوداد. 3
كولر يرغب في خوض مباراة الإياب بنفس التشكيل الذي بدأ به مباراة الذهاب، باستثناء عودة الشناوي لحراسة المرمى بشكل أساسي بدلا من مصطفى شوبير. في تفاصيل ما بين السطور مش هينفع أتكلم فيها حرصا على الخصوصية المتعلقة بتحضير الفريق للمباراة النهائية، ولكن قدر إمكان الزملاء بيحاولوا يجتهدوا عشان يعرفوا أدق التفاصيل باستعدادات الأهلي للقاء العودة. يلا كرة أيضا بيتكلموا على أن عودة الشناوي واردة بنسبة كبيرة في لقاء العودة، وبيتكلموا من خلال مصدر ليلا كرة آخر التطورات الخاصة بموقف مصاب الأهلي من مواجهة الوداد. الشناوي بات جاهزا تماما لخوض مباراة النهائي، وسيكون هو قائد الفريق للحاجة إلى خبراته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر في تلك النوعية من المباريات. حمدي فتحي شعر ببعض الإجهاد عقب مباراة الذهاب، لكنه سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، وبإذن الله هيكون لائق بشكل كامل لخوض المباراة. الوحيد اللي تضاءلت فرص لحاقه برحلة السفر هو رأفت خليل اللي تجدد شعوره بآلام في الحوض وعاد لبرنامجه التأهيلي من جديد. جميع اللاعبين الحمد لله جاهزين فنيا وطبيا، وتواجدهم في البعثة بقى يرجع لقرار فني من الجهاز الفني بقيادة كولر. اليوم السابع، وبيقولوا ان الاهلي يرصد مكافآت خاصة لتخطي الوداد والتتويج بالنجمة الافريقية ال11. زي ما انتم عارفين من فترة كنا بنتكلم على موضوع المكافآت المالية، رسميا لسه ما تحددش يعني قيمة المكافأة هتبقى كام، لان اللائحة متحددة، لكن اكيد اللائحة هتتغير خاصة بعد زيادة جوائز دوري ابطال افريقيا. ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع قطاع الكورة عايز يعمل حوافز إضافية خاصة بعد زيادة جوائز البطولة من 2.5 مليون دولار إلى 4 مليون دولار، فبالتالي عايز يعمل تعظيم أكتر للحافز المادي عشان يبقى دافع مع الدافع المعنوي للفوز بالمباراة النهائية. وده على فكرة متاح ومعروف، حتى الوداد لما جه لعب في القاهرة كانت فيه تصريحات مهمة حتى لسعيد النصير اتكلم برضو في فكرة الحافز المادي، ولكنه وقتها رفض يتكلم عن تفاصيل انه دي امور خاصه ولوائح داخليه لكل نادي. ملعب القاهره 24 اهتم جدا بكيف يستعد سيفن فاندن بروك المدرب البلجيكي لفريق الوداد للقاء العوده. قالوا ان مدرب الوداد يغير خطته امام الاهلي في لقاء الاياب في نهائي افريقيا، وقالوا طبقا لتقارير صحفيه مغربيه ان يعني المدرب هيدفع بالثنائي محمد اوناجم وسيف الدين بوهره، اللاعب اللي نزل في الشوط الثاني واحرز هدف في الاهلي، ممكن يبدا بيهم هذه المباراه، بس هيبقوا على حساب مين؟ هل هيبقى على حساب ايمن الحسوني؟ هل ممكن يكون على حساب جلال الزودي او رضا الجعدي؟ هنشوف ده في لقاء العوده، ولكن بنسبه كبيره التشكيله الدفاعيه ونص الملعب مش هتتغير، هتبقى ثابته بنفس الاطار، والمهاجم الاساسي السنغالي صامبو مع حارس المرمى يوسف المطيع، دي عناصر اساسيه ملهاش بدايل. كرة 11، تقارير مغربية بتتكلم على زهير المترجي لاعب الوداد انه عانى من اصابة على المستوى الكاحل بعد تعرضه لها من مباراة الذهاب امام الاهلي بالقاهرة. زهير المترجي بعد لقاء الذهاب كان خارج بيزك على رجليه، ما كانش قادر ينزل رجليه المصابة لان كان عنده التواء شديد جدا في الكاحل، والجهاز الطبي يمكن كان رابط الكاحل وكان فيه تلج وكان بيتسند حتى على لاعب او اتنين اعتقد من زمايله في فريق الوداد. لكن من وقت المباراة الحد اللي فات لغاية الحد اللي جاي، هل الإصابة دي ممكن تعيقه عن المشاركة؟ مش واضح ومش معلوم، لكن إصابة الكاحل لو بسيطة وخفيفة بتاخد لها 3-4 أيام وممكن يلحق لقاء العودة. وأنا مش هركز أكتر في فكرة مين يغيب وممكن يلعب، لأن في لقاء الذهاب كانت في تقارير بتتكلم على غياب أكتر من لاعب، ويوم المباراة قبل اللقاء بأربع ساعات كنا هنا في الترند بنعلن التشكيل الأساسي للوداد، وكانت فيها عناصر الصحف المغربية قالت مش هيلعبوا وفعلا شاركوا ولعبوا، فانا مش هركز اكتر مع التقارير المغربيه لان ممكن ما تكونش فيها دقه اكتر في فكره مين هيشارك ومين يبقى بديل. كوره بلس، مصدر يكشف لكوره بلس حقيقه مفاوضات الاهلي مع الايفواري كراسو. هذا اللاعب كان بيلعب في فرنسا وانتهى تعاقده في الفتره الاخيره، وظهرت بعض الحاجات من خلال السوشيال ميديا في الفتره الاخيره وبيتكلموا ان كان في اتفاق ان هو ممكن ينتقل للاهلي. كل التفاصيل دي نأجل الحديث فيها لغاية ما نخلص المشوار الإفريقي والمشوار المحلي، اللي ده مش توقيت الحديث خالص عن الصفقات، ولكن أكيد في أسامي كتيرة جدا مطروحة على الجهاز الفني وعلى إدارة التعاقدات في الفترة اللي جاية. طيب كرة بلس أيضا، صفقات الأهلي الجديدة، حسم موقف مابولو ورغبة في ضم رضا بوبو. تفاصيل الخبر بتقول إن مصدر في الأهلي اتكلم على
موقف الثنائي بوبو ومابولو مهاجم الاتحاد وبوبو لاعب فيوتشر. والمصدر قال الاهلي لا يفكر في ضم مابولو ولا كمان لم يدخل حتى في مفاوضات رسميه او شفهيه لضم مابولو من نادي الاتحاد. لكن بالنسبه لضم بوبو من فيوتشر اللاعب في الحسابات، وكان قبل كده الاهلي فكر في ضمه، لكن حاليا كل الامور دي ما فيهاش كلام استعدادا للمرحله اللي جايه. على فكره الاخبار اللي زي دي في التوقيت الحالي ما بتعملش متابعه ولا قرايه، لان الناس كلها بتتكلم على نهائي افريقيا. فيعني نصبر شويه لغايه بس ما نخلص ماتش الفاينل، واي حد بيفكر بقى في يعني المشاهدات والقرايه والترافيك اللي على السوشيال ميديا يعني يصبر بس لبعد 11/6. عموما حساب الاتحاد المصري واول حاجه في الترند المحلي، 28 لاعب في قائمه منتخب مصر معسكر يونيو. وكنت بتكلم من شويه على 8 من لعيبه الاهلي موجودين في المعسكر او تم اختيارهم من ضمن ال 28 لاعب. المعسكر هيبدا من 10 الى 18/6، هنلعب مباراتين، لقاء غينيا الرسمي في الجوله الخامسه للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في الكوت ديفوار، وفي لقاء ودي مع جنوب السودان يوم 18/6 في القاهره، وغالبا هذا اللقاء مش هيشارك فيه معظم العناصر الاساسيه. لكن لو تبصوا على القائمه مثلا في خط الهجوم ابرز اللاعبين موجود محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، انضمام احمد ياسر ريان، وموجود كمان محمد او مصطفى محمد. خط الوسط في غنام محمد، محمود حماده، محمد هلال، محمد رضا بوبو، مع مهند لاشين ومروان وحمدي فتحي واحمد سيد زيزو. هنا في خط الدفاع هتلاقي مثلا اسم محمد حمدي، محمود مرعي، في علي جبر، في احمد رمضان بيكهام، هشام صلاح لاعب الاتحاد. في حراسه المرمى ابرز اللاعبين مثلا عوده محمد ابو جبل، احمد الشناوي مش موجود في هذا المعسكر، مع استمرار محمد صبحي مع محمد الشناوي في معسكر المنتخب المقبل. يلا كوره، وبيتكلموا على اسباب استبعاد احمد حجازي، لان لما تم الاعلان عن قائمه المحترفين كان موجود احمد حجازي، ولكن النهارده المنتخب لما اعلن القائمه استبعد حجازي. هل في اسباب؟ اه في اسباب. اخر مباراه لحجازي مع اتحاد جده ما كانش بيشارك، ليه؟ لان كان عنده اصابه، وبالتالي هذا المعسكر الجهاز الفني شايف انه ما يدفعش بيه ويريحه ويديله اجازه في الفتره اللي جايه، وبالتالي احمد حجازي خارج قائمه المنتخب بسبب الاصابه. اخر حاجه في الترند المحلي، ملعب القاهره 24 بعد احداث مباراه انبي وفيوتشر بالكاس، لجنه الحكام تحسم موقف او موعد رفع الايقاف عن نادر قمر الدوله. على فكره نادر قمر الدوله يمكن لسه ما نزلش في الماتشات بعد اللي حصل طبعا في ماتش في انبي وفيوتشر في لقاء الكاس، ولسه اللجنه ما خدتش قرار، ولكن ممكن بعد فتره توقف الدولي تاخد قرار. انا فاكر وقتها لما طلعت اتكلمت عن كواليس الموضوع ده، قلت فيتور بيريرا البرتغالي رئيس لجنه الحكام قال لهم انتوا موقوفين، بس ما قالش الامتى، والاختار ده كان اختار شفوي في حضورهم في لجنه الحكام في اتحاد الكوره، واللجنه وقفت الطاقم بالكامل. بس بالمناسبه عايز اقول لكم احد افراد الطاقم رجع، هو ادار مباراه في القسم الثاني بس اترفع الايقاف عنه، اللي هو مين؟ محمد سلامه ميدو، حكم تقنيه الفيديو اللي كان موجود مع نادر قمر الدوله في لقاء انبي وفيوتشر، وبالتالي حكم الفيديو كان صح، فبالتالي اترفع الايقاف، فبالتالي حكم مباريات دلوقتي. نادر هل هيرجع قريب؟ هنشوف. هل هيستنى بعد الاجنده او لجنه الحكام تستنى بعد الاجنده وتعلن ان هو رجع؟ هنشوف. بس عموما اي حكم بيتوقف وبيرجع لجنه الحكام ما بتقولش هو اتوقف ولا رجع، بترمي تسريبات وانت بقى ومتابعتك يا تعرف يا ما تعرفش. ده الترند المحلي. الترند العالمي، والبدايه من اتحاد جده واحمد حجازي اللي فريقه دلوقتي اصبح فيه نجم عالمي كبير زي كريم بنزيما، زي ما طبعا بنتفرج على فريق النصر وفي نجم عالمي كبير زي كريستيانو. طيب كره 11 بتقول من اجل عيون الوافد الجديد اتحاد جده يصدم حجازي ويسحب شاره القياده لمنحها الى كريم بنزيما. يعني مش هدخل في تفاصيل الموضوع لان مفيش حاجه معلنه من حجازي، هل هو مستاء؟ هل هو زعلان؟ حجازي طبعا لعيب محترف ولعب في وست بروميتش قبل كده، فهنشوف الفتره اللي جايه. بس في لعيبه هترحل بعد انضمام كريم بنزيما. الدوري السعودي السنه الجايه هيبقى فيه مفاجآت، سواء في اختيارات الاجهزه الفنيه او في اختيارات اللعيبه، لان هنشوف لعيبه كانوا مقصرين الدنيا في الكلاسيكو الاسباني في الدوري الانجليزي موجودين في دوري المحترفين في السعوديه. حساب نادي الاتحاد السعودي ايضا اتحاد جده بيتكلموا على ترحيب بكريم بنزيما فور الوصول، وقالوا نجمنا الجديد كريم بنزيما في طريقه الى جده، مستعدين يا ابطال الدوري الاستثنائي العالمي.
امبارح كريم بنزيما كان ليه يعني ترحيب بالصفقه وبيتكلم باللغه العربيه. طبعا كلنا عارفين ان كريم بنزيما من اصول جزائريه، هو لاعب مجنس بالجنسيه الفرنسيه ولكن في الاساس هو ليه اصول جزائريه، واتكلم باللغه العربيه في رساله ترحيب بانتقاله الى النادي السعودي. يلا كوره، قالوا هل يصبح طارق حامد احد ضحايا ثوره الاتحاد؟ في شكوك بتحوم حول مستقبل عدد من لاعبي اتحاد جده ابرزهم طارق حامد في ظل الثوره التي يعتزم بطل دوري روشن القيام بها في الميركاتو الصيفي. لوائح الدوري السعودي بتسمح لكل فريق بالتعاقد مع 8 لاعبين اجانب من خارج المملكه على ان يشارك في كل مباراه 7، فهنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل في الجزئيه دي. ترند العالمي كمان، ومعانا يعني خبر مهم جدا من الاكونت الشخصي على تويتر لفابريزو رومانو، صحفي موجود في اوروبا عنده كواليس كتيره ومفيش حاجه بتجل منه، لما بيقول عن كواليس بتحصل سواء دلوقتي او حتى بعد فتره. طلع يتكلم على مين؟ على نيجولو كانتي نجم المنتخب الفرنسي، وقال ايه؟ هذا اللاعب اللي كان بيلعب في تشيلسي الانجليزي اجتاز الكشف الطبي لنادي اتحاد جده وتعاقد لمده موسمين وهياخد 100 مليون يورو في الموسم. هل ده هيحصل؟ الله اعلم. بس فابريزو رومانو لما بيتكلم ساعات وايام وبتلاقوا الخبر ده فعلا رسمي، فهنشوف كانتي هل فعلا هيكون في اتحاد جده ولا لا. كوره بلس، ماذا يفعل رئيس اهلي جده في لندن؟ استهداف لنجم السيتي ومدرب روما. وليد معاذ رئيس نادي اهلي جده السعودي في لندن متواجد حاليا من اجل التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو والجناح الجزائري رياض محرز، ده نقلا عن صحيفه سبورت 24 السعوديه كوره بلس نقلت عنها. طب نروح للمشاركات والرساله اللي طلبناها من امبارح اللي ممكن الجمهور يوجهها للجهاز الفني واللاعبين قبل سفر الاهلي غدا. استاذ محمد عبد السلام بيقول للاعيبه وللجهاز، عهدناكم رجال، كونوا في الموعد نحقق بفضل الله البطوله. نروح كمان للاستاذ يوسف الشيخ، كونوا رجالا وعلى قدر المسؤوليه، منتظرين عودتكم بكاس البطوله ان شاء الله. اخر مشاركه معايا في الرساله استاذ محمد سيد بيقول واثقين فيكم وفي الجهاز الفني ان شاء الله تكونوا على قدر المسؤوليه وتقدموا مباراه كبيره وترجعوا لنا بال11 من كازابلانكا، طول ما عندنا فرصه لازم نقاتل عليها. افريقيا يا رجاله، افريقيا يا اهلي، باذن الله ان شاء الله تكون البطوله الافريقيه من نصيب النادي الاهلي. انا بشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي مره اخرى باذن الله الاسبوع المقبل في الاستعدادات الاخيره لمباراه الاهلي والوداد في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.